إذاعة سلطنة عمان تقدم. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. تطواف أسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث، وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشهدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. شهبة تنادت بالظفر، عرخت زماما طايعة. ياه، يواب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات. وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعد مستبشرة. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد، سليمان بن علي المعمري، ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، وفقرات متجددة نضيء عبرها صفحات مدينة التاريخ والعلم والتراث. في حلقة هذا الأسبوع سنتابع ما أعدته اللجنة الثقافية لفعاليات نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، من برامج قادمة بهذه المناسبة، وننبش في المكتبة العمانية لنطالع واحدا من أهم المؤلفات التي خرجت من مدينة نزوة، ألا وهو كتاب بيان الشرع، وسنستحضر سيرة مؤلفه وسنتعرف على محلة المدة في نزوة. فأهلا وسهلا بكم. يا بلادي الحبيبة انت مني قريبة، يا بلادي الحبيبة انت مني قريبة، انت معنى حياتي منتهى كل طيبة، انت معنى حياتي منتهى كل طيبة. مشاعر تغني تسرد الحب مني، يا مشاعر تغني تسرد الحب مني، للوطن كل فني كل ما ناس تطيبة، أنتي أنتي بلادي يا عمان الحبيبة، أنتي أنتي بلادي يا عمان الحبيبة. انت
نرخص العمر كله والوطن نحتفله، نرخص العمر كله والوطن نحتفله، نفرشه ونستغله من شباب نشيبه، أنت بلادي يا عمان الحبيبة، أنت أنت بلادي يا عمان الحبيبة، أنت أنت يا بلادي الحبيبة أنت مني قريبة، والله والله أنت معنا حياتي منها كل طيبة، أنت أنت نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. منذ إطلالة هذا العام والأنظار متجهة نحو مدينة نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 في انتظار ما ستقدمه من فعاليات ومناشط وما أعدته اللجنة التنفيذية للاحتفاء بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية بهذه المناسبة. وكانت اللجنة الثقافية لفعاليات نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية قد دشنت برنامجها الثقافي بتقديم محاضرة حول الإنتاج العلمي العماني. إذاعة سلطنة عمان تقدم. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. تطواف أسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشهدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. شهبة تنادت بالظفر عرخت زماما طايعا، ياه يواب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات، وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرا. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد، سليمان بن علي المعمري ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية وفقرات متجددة نضيء عبرها صفحات مدينة التاريخ والعلم والتراث. في حلقة هذا الأسبوع سنتابع ما أعدته اللجنة الثقافية لفعاليات نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من برامج قادمة بهذه المناسبة، وننبش في المكتبة العمانية لنطالع واحدا من أهم المؤلفات التي خرجت من مدينة نزوى، ألا وهو كتاب بيان الشرع، وسنستحضر سيرة مؤلفه وسنتعرف على محلة المدة في نزوى، فأهلا وسهلا بكم. يا بلادي الحبيبة انت مني قريبة، يا بلادي الحبيبة انت مني قريبة، انت معنى حياتي منتهى كل طيبة،
عادي معنى حياتي منتهى كل طيبة. مشاعر تغني تسرد الحب مني، يا مشاعر تغني تسرد الحب مني، للوطن كل فني كل ما نفس طيبه، للوطن كل فني كل ما نفس طيبه. انت بلادي يا عمان الحبيبه، انت بلادي يا عمان الحبيبه، نرخص العمر كله والوطن نحتفله، نفرشه ونستغله من شباب نشيبه، أنتي أنتي بلادي يا عمان الحبيبة، أنتي أنتي بلادي يا عمان الحبيبة، أنتي أنتي نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. منذ إطلالة هذا العام والأنظار متجهة نحو مدينة نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 في انتظار ما ستقدمه من فعاليات ومناشط وما أعدته اللجنة التنفيذية للاحتفاء بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية بهذه المناسبة. وكانت اللجنة الثقافية لفعاليات نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية قد دشنت برنامجها الثقافي بتقديم محاضرة حول الإنتاج العلمي العماني في مجالات الزراعة والعمارة والطب والفلك، وذلك بقاعة الشهباء بجامعة نزوى أواخر يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين أقيمت ضمن البرنامج الاحتفائي أمسية للشعر الفصيح، وقد أقيمت في رحاب قلعة نزوى الشهباء، وندوة حول الطبيب العماني راشد بن عميرة أقيمت هذه الندوة في محافظة مسقط. ومع هذه الفعاليات أعدت اللجنة الثقافية لفعاليات نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية برامج عديدة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بأنواعها. وللتعرف أكثر على الفعاليات والبرامج المقامة التي أعدتها لجنة الاحتفاء بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمود بن سليمان الريامي، الأستاذ المساعد في كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس وعضو لجنة الندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية ببرنامج نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. مرحبا بك دكتور محمود. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور محمود وأسعد الله أوقاتك. دعنا نتحدث في البداية دكتور محمود عن دور لجنة الفعاليات الثقافية ببرنامج نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية في هذا المعرض، واستفادتكم من معرض الكتاب للترويج لهذه لفعالية نزوى عاصمة الثقافة. نعم شكرا.
لجنة الفعاليات الثقافية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية المعنية بالاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية هي إحدى اللجان المعنية بهذه الفعالية. نحن معنيون بالبرنامج الثقافي طوال العام في جانبه، جانب الندوات وجانب المحاضرات وجانب الأمسيات، ويشكل معرض الكتاب وقفة مهمة للمثقف العماني بشكل عام. نريد أن نستقصده للتعرف على الجوانب الثقافية والجوانب العلمية في نزوة، وهنالك محاضرة كذلك من ضمن الأنشطة الثقافية التي تعنى بها اللجنة في معرض الكتاب هذا العام، وهنالك تدشين لكتاب مصور عن مدينة نزوة وعن جوانبها الحضارية المختلفة تعنى به كذلك اللجنة الرئيسة، مع طبعا كثير من الندوات والمحاضرات والأمسيات المصاحبة، والتي هنالك شيء من التنسيق العام بين لجنة الفعاليات الثقافية في معرض الكتاب ولجنة فعاليات الاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. نعم، يلاحظ دكتور محمود بأن هناك جهات متعددة تعاونت، من مؤسسات حكومية، من مؤسسات مجتمع مدني، كلها تعاونت من أجل الاحتفاء بمناسبة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. هنالك 14 جهة حكومية ومن المجتمع المدني تعنى بالجانب الثقافي للاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، وهي تنضوي جميعا في لجنة الفعاليات المنبثقة من قبل وزارة التراث والثقافة. هنالك طبعا المديرية العامة للآداب والفنون وجامعة نزوة وكثير من الوزارات والنادي الثقافي ولجان وجمعيات المجتمع المدني. جميل. طبعا هذه الجهات كل تنظم فعاليتها حسب رؤيتها الخاصة دكتور محمود، أم أن هناك مع تنسيق مع اللجنة، مع تنسيق مع لجنة الفعاليات الخاصة بالنزوة؟ مع تنسيق مع لجنة الفعاليات. جميل. أتممنا شهرين الآن على بدء المناسبة، أقصد يعني مناسبة احتفاء مدينة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. البعض يعني يتساءل عن قلة الفعاليات المقامة، أو دعني أقول الفعاليات النوعية التي أقيمت لحد الآن لمدة شهرين. نتذكر ربما ندوة راشد بن عميرة وندوة سلطان الشيباني أيضا اللي كانت في جامعة نزوة. نعم. هناك محاضرة للباحث سلطان الشيباني في جامعة نزوة كما أشرتم، وهنالك أيضا محاضرة أقيمت في كلية تقنية بالظاهرة أقامتها اللجنة منذ يومين، وهنالك أيضا أمسية شعرية أقيمت على رحاب قلعة نزوة، والندوة التي أقيمت للطبيب العماني راشد بن عميرة، هذا في شهر يناير وفبراير بالنسبة للندوات والمحاضرات. لكن هنالك طبعا فعاليات أخرى وأمسيات أخرى تقيمها جهات أخرى بصورة غير مباشرة. نعم. طيب ما المناشط القادمة دكتور محمود التي ستتم في إطار الاحتفال بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، خاصة المناشط التي تركز على الجانب التاريخي لنزوة؟ نعم، هناك كثير من المناشط التي تركز على نزوة كحاضرة من الحواضر العلمية. في شهر إبريل القادم بإذن الله ستكون ثمة ندوة بعنوان نزوة في الذاكرة الثقافية الإسلامية، تهتم بسبعة محاور أساسية. نعم. المحور الأول عن نزوة حاضرة من الحواضر العلمية في العالم الإسلامي، والمحور الثاني عن المكانة السياسية لنزوة عبر التاريخ، والثالث عن نزوة في عيون الرحالة العربي والغربيين، والمحور الرابع عن نزوة في الذاكرة الثقافية الإسلامية سواء كانت الذاكرة الفقهية أو الأدبية أو الثقافية بشكل عام، والمحور الخامس عن نستقصد فيه بناء معجم علمي للحارات والأوقاف والطرق والمزارع النزوانية القديمة، والمحور السادس المؤسسات الثقافية النزوانية وإسهامها في الحركة العلمية العمانية من مكتبات أو مدارس أو أوقاف أو ما أشبه ذلك،
والمحور السابع والأخير عن الحضور الثقافي لنزوة في عصر النهضة والمؤسسات المعنية بهذا الجانب كجامعة نزوة والمعهد العالي للقضاء والمعاهد والجامعات والكليات الأخرى. نعم. هناك سؤال دكتور محمود، لست متأكدا أنك معني بالإجابة عنه، ولكن يعني هناك تساؤلات مثلا عن مشروع مركز نزوة الثقافي، الموعد المحدد أن يفتتح في مايو القادم، يعني بعد حوالي شهرين من الآن، فإذا كان لديك أي معلومات عن سير العمل في إنشاء هذا المركز، هل الموعد المحدد لافتتاحه قائم؟ نحن نأمل أن يفتتح في الموعد المحدد، والتصريحات التي نسمعها من المسؤولين والمعنيين أنهم يعني لا زالوا يتأملون أن الموعد لن يتغير، كما أننا أيضا سنقيم ندوة بعد هذا التاريخ بشهرين، والمؤمل أن تكون في هذا المركز الثقافي عن التواصل الحضاري بين عمان والعالم، حتى يكون أيضا باكورة علمية وثقافية يدشن بها هذا الصرح العلمي. جميل، حبذا لو أيضا تعطينا بعض النبذة عن هذه الندوة التواصل الحضاري بين عمان والعالم. هذه الندوة تعنى بدراسة الجوانب الحضارية والجوانب الفكرية والجوانب التسامح والخير التي كانت عمان منبر إشعاع ونشر لها في أرجاء العالم. تعنى مثلا بالخطاب المؤسس للتواصل الحضاري العماني وإسهام المواني العمانية في هذا التواصل، واللغة والتواصل الحضاري بين عمان والعالم، لأن هناك تفاعل لغوي بين اللغة العربية في عمان وبين اللغات المحيطة بها، وهناك دراسة حول التواصل الحضاري من خلال مفردات الحضارة من العمران والزراعة والحرف والملابس والسلاح وما أشبه ذلك، أيضا تبادل المؤلفات العلمية والمنتوب الثقافي بين عمان والعالم، وإسهام الرسلات العلمية في التواصل الحضاري، والآفاق الراهنة والمستقبلية لهذا التواصل، كيف يمكن أن تنشأ الأجيال على قيم التواصل الحضاري بين عمان والعالم كما هو الشأن في القديم. جميل. دعنا نسألك دكتور محمود، كعضو فاعل في لجنة الندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية، ما هي أمنياتك عن نزوة عاصمة الثقافة؟ يعني بنهاية هذا العام ماذا تتمنى أن يتحقق لنزوة من فعاليات ثقافية أو غيره؟ نحن نتمنى أن يفعل البرنامج بصورة علمية وبصورة عميقة، وأن يكون هنالك تجاوب من المهتمين ومن باقي الشرائح الاجتماعية للاستفادة من هذه الفعالية المهمة، وأن يكون هناك إبراز لمكانة نزوة الحضارية داخل عمان وخارج عمان، لأن نزوة تشكل حاضنة ثقافية لعمان لقرون عديدة، كما أننا نأمل أن يكون هنالك شيء من الآثار الباقية لهذه الاحتفائية كمسابقة تخلد باسم نزوة، أو مجلة علمية محكمة، أو صرح علمي كمعهد أو كلية تعنى بالدراسات الثقافية والإسلامية والعربية بشكل عام، ويكون مقرها في نزوة. نعم. طبعا هذا أمنيتك يعني كشخص مهتم بنزوة أم كعضو في لجنة الفعاليات الثقافية؟ لا، هذه أمنيتي كشخص مهتم بالشأن الثقافي في عمان وليس كعضو فقط في هذه اللجنة. نعم، ونحن أيضا نتمنى فعلا أن يتم تسويق هكذا التاريخ الحضاري لنزوة، بحيث أن كل العالم الإسلامي يعرف لماذا فعلا اختيرت نزوة لمثل هذه الفعالية المهمة. شكرا جزيلا لك دكتور محمود بن سليمان الريامي، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وطبعا هو أيضا عضو لجنة الندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية ببرنامج نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. شكرا لك دكتور محمود. شكرا لكم. شكرا. الله يسلمك. حياك خالقنا. Oh,
نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. كم من قصيدة ارتفع بها الإلقاء إلى ذرى كبيرة، وإلقاء القصائد بالطريقة العمانية التقليدية يضفي عليها جمالا يفوق أحيانا جمال القصيدة نفسها. فيما يلي قصيدة جميلة عن نزوى للشاعر خميس بن ماجد الصباري، لن نستمع إليها بصوته بل بصوت الدكتور عبد الله بن مبارك العبري يلقيها بالطريقة العمانية الجميلة. ما هو الفؤاد وموطن الأمجاد، نزوى التي شهدت على ميلادي، نزوى التي ما مر ذكر ربوعها إلا وأترع لي كؤوس ودادي. تخت الأئمة والأزمة والهدى، بل بيضة الإسلام والإرشاد. أبقى لها الدين الحنيف منارة تعلو بمحتدها على الأطواد. هي في عمان كمكة الله التي تغنى الحجاز بها بذاك الوادي. تزكو مساجدها بعرف عابق وبأريحية نورها الوقادي. أكرم بنزوى منزلا أنزلته، يهوي إليه مدى الحياة فؤادي. ما عدت من بلد بشوق مثلها، أشتاق نزوى موطني وبلادي. هي منزل الغالي الذي أشتاقه، والمرتع الحاني على أولادي. هي مهد أيام البريئة في الصبا، قرب المسيل ودوحة الميلاد. هي مستراد يحين نظم قصائدي، وصدى ميادين العروض الشادي. وعرين آباء الكرام وجيرتي، والكوكب الدري في أعيادي. أخصب بها أرضا بها العلماء والأدباء والشعراء أهل الضاد. فيها الرجال جواهر مكنونة مشهورة الأجداد والأحفاد. نزوى وما أدراك ما نزوى، وما أعلى مفاخرها لدى الأجواد. لو رمت وصف مقامها لم أستطع، أدعو إلهي ذا الجلال يصونها ويزيدها فضلا مدى الآباد. كانت هذه قصيدة الشاعر خميس بن ماجد الصباري عن نزوى، ألقاها بطريقة عمانية أخاذة الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. بين جدران جوامع نزوى ومساجدها التاريخية وفي بيوت حاراتها القديمة تفجرت طاقات فكرية وإبداعية وثقافية وفقهية أنارت العالم بمعارف وعلوم شتى، فكانت نزوى بحق بيضة الإسلام،
وأعلامها مصابيح تضيء عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015. وتزخر المكتبات العمانية بثروة فكرية من مؤلفات أعلام نزوة، قلما نجد لها نظيرا في مضمونها وسعة علومها وتنوع معارفها، وهي تحتاج إلى دراسات متعمقة ليتعرف عليها المهتمون والباحثون. ومن هؤلاء العلماء الذين أنجبتهم نزوة وتركوا ثروة فكرية وعلوما واسعة الشيخ العلامة القاضي محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الكندي السمدي النزوي، وهو من علماء النصف الثاني من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. نشأ هذا العالم في بيت علم وفقه وفضل، فقد انحدر من أسرة عريقة في العلم، وتعلم على يد كبار علماء عصره أمثال الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن نصر الهجاري. ومن أهم مؤلفات العلامة الكندي كتاب بيان الشرع الذي يقع في 71 جزءا. يعتبر كتاب بيان الشرع من المراجع الهامة في أصول الدين وفروعه ومسائله، وهو موسوعة حوت العديد من المسائل العقدية والفقهية الأصولية والسلوكية. وللتعرف أكثر على كتاب بيان الشرع ومؤلفه الشيخ العلامة القاضي محمد بن إبراهيم الكندي وأهمية الكتاب، معنا عبر الهاتف الباحث منذر بن عبد الله السيفي. أستاذ منذر، أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. الله يسلمك. مرحبا بك أستاذ منذر، ودعنا ندخل لهذا الحوار بمدخل بيت العلم والفقه الذي تحدثت عنه الزميلة نايلة، الذي انحدر منه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي. حدثنا عن هذه الشخصية العلمية وعن هذا البيت وأسرته التي استقى منها العلم. نعم، تعد قبيلة بني كندة من القبائل العريقة والمشهورة في عمان وبالأخص ولاية نزوة، وقد تخرج من هذه القبيلة العريقة مجموعة من العلماء والفقهاء والأدباء، ومن أولئك العلماء الذين تخرجوا من هذه القبيلة جد العلامة محمد بن إبراهيم الكندي، وهو محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي السمدي النزوي، وكذلك ابن عمه العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، وهو صاحب كتاب المصنف وصاحب كتاب التخصيص والاهتداء في افتراق أهل عمان إلى نزوانية ووسطاقية، والتسهيل في الميراث والتيسير في النحو والتقريء في اللغة العربية، كما أن من علماء هذه القبيلة صاحب كتاب الكفاية العلامة محمد بن موسى الكندي، وكذلك العلامة محمد بن روح الكندي، والعلامة سعيد بن أحمد الكندي، والعلامة سعود بن سليمان الكندي رحمهم الله أجمعين. آمين يا رب. قبل أن نتطرق أستاذ منذر إلى كتاب بيان الشرع المعروف فيه طبعا الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، هل هناك مؤلفات أخرى عرفت له أو مخطوطات أخرى أيضا؟ نعم، مع كتاب بيان الشرع الذي يقع في 71 جزءا، فإن للعلامة محمد بن إبراهيم مجموعة من الأراجيز، ومن جملة تلك الأراجيز أرجوزة النعمة التي تطرق فيها إلى بعض أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن له قصيدة العبيرية، وهي قصيدة وضعها لوصف الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من نعيم، وقد اهتم العلماء بهذه القصيدة وشرحها العلامة محمد بن يوسف الطفيش في كتابه الجنة في وصف الجنة، كما أن للشيخ محمد بن إبراهيم بعض السير تنسب إليه وتفسير بعض مجملات الأثر يوجد منها في الجزء الرابع من الكتاب من كتاب بيان الشرع. ومن تلك التفسيرات التي أستحضرها الآن ما جاء في تفسير قول بشير بن محمد بن محبوب أن ترك النكير حجة وإظهار النكير حجة، وقد أطال رحمه الله تعالى في شرح ذلك كثيرا وبين
هذه القاعدة وأطال فيها وقيدها رحمه الله تبارك وتعالى، كما أن له تفسير الأثر القائل: إن الجمع بين الأوداد في دين الله حرام وباطل. وله كذلك تفسير أن السؤال لا بد أو لازم في دين الله تبارك وتعالى، كما أن له دعاء في التوسل بدأه رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: اللهم إني عبدك وابن عبدك، مددت ناصيتي بيدك، لا أسلك لنفسي شيئا عن الأشياء. وله مسائل فقهية متعددة موجودة في كتب الأثر. جميل. إذن الآن دعنا نتحدث عن سفره الضخم بيان الشرع، الذي هو أهم مؤلفات محمد بن إبراهيم الكندي. عندما أقول أهم، يعني ما هو سبب أهميته؟ ولماذا عد من المراجع الهامة في أصول الدين وفروعه ومسائله كما قلنا في التقديم قبل قليل؟ نعم، قال في كتاب بيان الشرع أحد علماء المغاربة أن كتاب بيان الشرع موسوعة علمية في علم الخلاف قل نظيره في مؤلفات عصره، بل وفي تراث العصور التالية. وقد اختصره ابن عمه أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي المتوفى في سنة 557 من الهجرة. ولا شك أن كتاب بيان الشرع يعد مكتبة فقهية متكاملة في فقه المذاهب الإسلامية الأخرى، تضم كتابات الفقهاء السابقين من مختلف المذاهب الإسلامية وخصوصا فقهاء أهل عمان، فقد اهتموا به اهتماما كبيرا. كما أن مما يحسب على كتاب بيان الشرع أنه ضمن كتبا كثيرة أصبحت في عداد المفقودات في وقتنا الحاضر، من جملة هذه الكتب كتاب الأصفر وجامع أبي صفرة وشرح قصيدة أبي المؤثر في خلق القرآن وجامع أبي علي موسى بن علي وديوان عادي بن يزيد البهلوي وكتاب الرقاع للقاضي عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليمان بن النضر وكتاب الرهائن ومجموعة من السير العمانية وتعليقات الشيخين ابن بركة وأبي سعيد على جامع ابن جعفر وكتاب الأشياخ وكتاب الكناية للعلامة محمد بن موسى رحمه الله وكتاب المبتدأ لابن بركة الذي عاش في القرن الرابع الهجري وكتاب المجالس. كما أن كتاب بيان الشرع اشتمل على عدد كبير من النوازل والمسائل الفقهية العلمية التي راجت في ذلك الوقت وذلك الزمان. نعم. فهو يعكس صورة حية للمجتمع العماني في ذلك الوقت، إضافة إلى المادة العلمية الغنية حول فقه السياسة الشرعية والتاريخ السياسي العماني، كما أنه أحد الكتب التي كان عليها مدار الفتوى بعمان وتستمد منه الأحكام الشرعية والفقهية عند العمانيين. نعم، هو أصبح مصدر لعدد من الفقهاء العمانيين والعلماء العمانيين. ما مصادره هو التي اعتمد عليها أيضا مؤلف كتاب بيان الشرع والتي أصبحت أيضا في عداد المفقودات؟ نعم، كما ذكرنا أنه اعتمد على كتاب الأصفر وجامع أبي صفرة وشرح قصيدة أبي المؤثر في خلق القرآن وكتاب البيان وجامع أبي علي موسى بن علي وكتاب الرقاع للقاضي عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليمان بن نضر وكتاب الرهائن ومجموعة من السير العمانية وتعليقات الشيخين ابن بركة وأبي سعيد على جامع ابن جعفر وكتاب الأشياخ والكناية للعلامة محمد بن موسى وكتاب المبتدأ كذلك. ما هي المصادر التي أخذت واعتبرت، يعني الكتب التي جاءت بعد بيان الشرع واعتبرته مصدرا لها؟ نعم، من جملة تلك المصادر كتاب قاموس الشريعة للعلامة جميل بن خميس بن لافي السعدي رحمه الله تبارك وتعالى،
فقد نقل كثيرا عن العلامة محمد بن إبراهيم الكندي. جميل. طبعا هذا قاموس الشريعة يعتبر يمكن أكبر أيضا كتاب عماني من 91 جزءا. هل اعتمد اعتماد أساسي على كتاب بيان الشرع؟ هو لم يعتمد اعتمادا أساسيا على كتاب الشرع، وإنما كذلك اعتمد على بعض كتب المتأخرين والمتقدمين، بل أنه في بعض الأحيان ينقل عن علماء أصغر عنه، مثل العلامة سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى، كما أنه نقل عن علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. جميل. هناك أيضا سؤال عن بعض أجزاء البيان الشرع أستاذ منذر. نعم. طبعا بعضها مفقود، ليست الأجزاء الواحدة والواحد والسبعون كلها موجودة، صح؟ نعم نعم نعم. إيش هي الأجزاء المفقودة؟ و يعني هل عددها كبير؟ فقد جزءان من كتاب بيان الشرع، أحدهما الجزء 17، وهو الجزء الأول من أجزاء الزكاة، فاستبدله الشيخ مداد بن عبد الله بن محمد الناعبي الذي عاش في القرن العاشر، كما وانتهى من تأليف هذا الكتاب المستبدل في 12 محرم سنة 909 من الهجرة الموافق 6 يوليو 1503، كما فقد الجزء 24 من هذا الكتاب، والذي هو الجزء 3 من أجزاء الحج، واستبدله الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد الشقصي البهلوي، والذي عاش كذلك في القرن العاشر. وكلا الجزئين البديلين سلك نفس مسلك الشيخ محمد بن إبراهيم في التأليف، وصار على نفس شاكلة ما سار عليه العلامة محمد بن إبراهيم وطريقته، وهما مطبوعان ضمن مجموع أجزاء كتاب قاموس الشريعة الذي طبعته مشكورة وزارة التراث والثقافة. نعم. طيب أستاذ منذر، هذا الكتاب يعني حظى بعناية العلماء العمانيين والفقهاء أيضا، وعناية أيضا عموم الناس، ما مظاهر هذه العناية؟ كيف تجلى اهتمامهم بالكتاب؟ نعم، تجلى اهتمامهم في الكتاب أنهم حرصوا على تداوله وقراءته ودراسته من مضمونه. وقد قيل أن العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي قرأ هذا الكتاب ما يقرب من 73 مرة، وكان في كل مرة يستفيد مسألة فقهية لا يعرفها هو، كما أن الشيخ سالم بن حمد الحارثي قام بتحقيق هذا الكتاب، وهذا دليل على اهتمامهم بهذا الكتاب. كذلك قام بعض العلماء بالتعقيب والتعليق على كتاب بيان الشرع، فكثرت في ثناياه عبارات كثيرة، من ضمن هذه العبارات التي موجودة في كتاب بيان الشرع من غيره، أي من غير كتاب بيان الشرع، كما أن فيه ما أشبه بالحواشي على، وقد اختفت هذه على مرور الزمان والمكان، فصارت كأنها جزء من كتاب بيان الشرع، وصعب تمييزها عن أصل الكتاب. نعم. أنت باحث أستاذ منذر، وربما مطلع على كثير من المصادر، هل برأيك كتاب بيان الشرع بحاجة إلى إعادة تحقيق مرة أخرى؟ نعم، بحاجة إلى تحقيق مرة أخرى، لكون أن هذا الكتاب مع الأسف الشديد طبع وفيه الكثير من الأخطاء المطبعية، وطباعة الكتاب لا تليق بمقام الكتاب ومقام العلامة محمد بن إبراهيم الكندي. هناك سؤال أيضا قد يكون بعيد عن بيان الشرع، ولكن ليس بعيدا كثيرا أستاذ منذر. أنت ذكرت قبل قليل ابن عمه أظن أحمد بن عبد الله الكندي صاحب المصنف. نعم. وذكرت أنه أن صاحب المصنف أخذ أيضا من بيان الشرع. نعم. عندما
نفرق بين الكتابين، ما الفرق بين بيان الشرع والمصنف؟ نعم، هو على كل حال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي لم يقم بتبويب الكتاب والأجزاء، وإنما الذي قام بتبويب الكتاب وترتيبه على حسب الأجزاء هو العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، وهو ابن عم الشيخ محمد بن إبراهيم، وسمى هذا الكتاب بكتاب المصنف، بكتاب المصنف. لكن لو وضعنا إن صح التعبير مقارنة بين كتاب بيان الشرع وكذلك كتاب قاموس الشريعة، قاموس الشريعة للعلامة جميل بن خميس السعدي رحمه الله تبارك وتعالى كانت المسافة الزمنية كبيرة جدا، إذ أن العلامة العلامة محمد بن إبراهيم الكندي عاش في النصف الأول من القرن الخامس وتوفي في العاشر من شهر رمضان سنة 508 هجري، بينما العلامة جميل بن خميس السعدي توفي الشيخ جميل بن خميس السعدي في سنة 1279 هجري. نعم. إذا مسافة زمنية فعلا كبيرة بينهما. نعم نعم نعم. جميل. أيضا أريد أن أسألك أستاذ منذر، الكتب العمانية الكبيرة التي على هذه الشاكلة التي تتكون من عشرات الأجزاء، ذكرت بيان الشرع وذكرت قاموس الشريعة، هل هناك كتب أخرى؟ نعم، كتاب الكفاية قيل أنه يقع في 41 جزءا وقيل في 48 جزءا، وهو من الموسوعات الكبيرة التي ألفها العلماء في ذلك الوقت، إذ أنهم اهتموا كذلك بالموسوعات الكبيرة مع كتاب المصنف وكتاب بيان الشرع وكتاب قاموس الشريعة. نعم. الذي يقع في 91 جزءا، ولكن كتاب الكفاية فقد. نعم فقد، كتاب الكفاية فقد. نعم، إذن الباحث منذر بن عبد الله السيفي، شكرا جزيلا لك على هذه الاستفاضة الجميلة والرائعة عن كتاب بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي. بارك الله فيكم، حفظكم الله. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. يا عمان ويا منار العلم في كل العصور، يا عمان ويا سماء المجد السيري في حبور، يا عمان ويا منار العلم في كل العصور، يا عمان ويا سماء المجد السيري في حبور.
نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية.